بتعرفي انه نحن اتنين لابقين لبعض؟ شلون يعني؟ ساعتي لونها من لون فستاني. ايه والله. بس انا اللي بيستغربوا انه وحدة بجمالك ورقتك ولحد هلا ما تزوجت بعد وفاة زوجها. والله لاني مفرغة حياتي كله لتربية بناتي، لسه عندي بنت تانية غير هي اسمها رولا. ما شاء الله. واكيد هلا كل وحدة ببيتها ومع زوجها. ايه. بتعرف اوقات كتير بحس بالملل، بحس الملل رح يقتلني. لك اه لا تشكيلي ببكيلك. بتعرفي انه انا اجيت من بلاد برا لهون على بلدي لحتى اعمل مشروع واتونس بالناس، قام الله بعت لي لؤي شاب ابن حلال وقف معي. بس صدقيني لو بعرف خالته حلوه هيك كنت شاركته من زمان وسويت معه اكثر من 10 مشاريع. كل هالقد لؤي شاطر؟ كل هالقد انت حلوه بتجنني. لك لو حجنيني يا الله يا الله. ما تقولي ما رحت عزيمة العشاء مشان تجي تنام. يا عمري بدي نام، كل عندي شغل ولا ساعة واحدة. ايمت بدك يعني ينام يعني؟ بس يخلص الفيلم. شو بس يخلص؟ صار له ربع ساعة مبلش، يا بده ساعتين يخلص. قصي ما في نوم يعني ما في نوم، بدك تسهر معي يلا. طيب حبيبي. والله جوزك تعبان. بعرف بس لازم تسهر لحتى يخلص الفيلم بتنام. طيب انا عندي حل ثاني. تعالي فرجيك الساعة الجديدة اللي جبتها. غادي. انا على احر من الجمر. شو قلتي؟ ما بعرف يا ابو مروان، انت عم تستعجلني كتير، الموضوع صعب وبده وقت للتفكير. يا امرولا وين الصعوبة بالموضوع؟ العمر عم يمضى ونحن مو لسانا شباب. لا انت احكي عن حالك، انا بدي وقت، انا لساتني صبية. اي والله صبية وست الصبايا كلها. بس يا امرولا انت وحيدة هلا وانا وحيد، وربينا اولادنا وتعبنا عليهم وأمننا عليهم، خلينا نعشلنا يومين نضاف أنا وياكي. معك حق، بس يعني أنا لازم أخذ رأي بناتي. مو مشكلة، المهم أنت توافقي. شو قلتي؟ قول لحالي مبروك. مبدئيا قول مبروك، بس لا تطمن كتير لحتى أروح أسأل قصي، لأنه خايفة بنتي ومتجن علي. احكي معه هلا. هاتي لشوف وين كنتي مبارح من بينك. اسكت اسكت يا رولا، مبارح يوم ما بنسى من حياتي على قد ضحكت. طب والله ضحكيني معي، والله ما بدي إلا غير لأضحك. مبارح كان عرس خالته لأبو وسيم. ايش هي بعمر الزواج؟ يو لك بعز عز عمره للزواج. هاتي صبية صغيرة حبيبتي، يا دوب عمرها 55 سنة، يعني يا دمي أمك. 55 سنة؟ طب ولبست فستان ابيض؟ ليك ايش لبست فستان ابيض وعملت حفله وذهب وطنه ورنه ورقص سلوت، ما خلوا شيء ما سلوت. قال هي شو من حقها تفرح وتنبسط بعد ما مات جوزها وربت اولادها مسكينه. ليش هي عندها اولاد؟ لك ليش عندها اولاد؟ عندها احفاد. يا امي عاد عم بتخيلها قال هي اولادها عم يرقصوا بالعرس. شو المسخرة هي؟ عرفني شو بكوكي معسل. هاتي بقى بدك هاتي خلص. حفاتي يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. كيفك قصي؟ الحمد لله الحمد لله. اهلين مرت عمي، اهلا وسهلا. تفضلي تفضلي تفضلي. بعرف عم بتقول شو جاب حماتي لعندي على المكتب مو هيك؟ لا يا حماتي الله يسامحك، أنا ما راح أقول ولا كلمة لحتى أعرف شو بدك تشربي أول شيء. شو بتشربي؟ عندكم كابتشينو؟ إيه طبعاً طبعاً.
ابو عبدو جيب لي واحد كابتشينو وواحد ساده. لو كبت هاي ثلاثه بواحد لو خلصني هلا. يلا باي باي. الله يسترنا من هالشيء. اهلين حماتي نورتي. قصي انا بعرف انه انت مفكر انه انا ما بحبك ما بطيقك ما باخذ كلامك بفرنجين، بس هذا الكلام مو دقيق يعني. والدليل انه انا جاي لعندك اليوم في موضوع ما رح خلي حدا يتدخل غيرك انت. بقى يا بتكون قد ثقتي فيك يا اما بتاكد حكي الاولاني. الله يجعله خير. ولو مرت عمي ولو بعد هالتهديد بعد هذا الكلام الحلو اللي حكيتيه بحقي شو بدك لاعمل؟ انا انت بس امريني انا معك على الموت، بس قولي لي شو الموضوع شو الموضوع، بس قولي لي شو الموضوع. مبروك مبروك. اهلين حبيبي. يا حياة قلبي ان شاء الله عقبال الفرحة الكبيرة. فرحت لك من الصمصيم. على شو؟ لك شو على شو؟ لك الوطن العربي بيعرفه انت لا؟ بالله احكي بلا غلاظة قصاي. يا عم خليني كفي شغل. ولا مو ناوي تتغدى اليوم؟ لك شو اتغدى؟ بدي اكل المحيط، اليوم بالذات نفسي كثير مفتوحة. ها، وشو هاد بقى اللي فاتح لك قابليتك؟ وعم تبارك لي عليه؟ زيري مين اجى لعنا اليوم؟ مين؟ امي. ماما؟ شفت شلون انه ماما بتحبك؟ هي لو ما لها مشتاقت لك ما كانت راحت لعندك على الشركة وشربت فنجان قهوة. ايه روحي، بس هي ما اجت لعندي لانه مشتاقت لي. ليش لكان اجت؟ ايه مشان شو انا عم بارك لك من الصبح؟ امك رح تتجوز. تتجوز؟ ايه ايه لا تبحلي هيك، يعني بعد الكبرة جبة حمراء عادي بتصير يعني. روحي، واحد طلب ايدها وهي وافقت واجت لحتى تاخذ رأيي ورأيي، وانا بالنيابة عني قلت لها حماتي ولو ان شاء الله الف مبروك مبروك. قلت لها مبروك؟ انا برجيك يا قصي. مبروك يا حماتي، والله لقدك دبك بعرسي. روحي. ما عم بفهم انا، ما عم بفهم ليش انت شو ناقصك؟ اه لك هلا هلا جاي بدك تتجوزي؟ لك كنت تتجوزي لما كنا صغار مو هلا بعد ما كبرنا وتجوزنا. لك رح تصيري تيتي انت. ماشي لكن رفيقه للوقي معناتها حتى ريما بتعرف يعني انا اخر من يعلم. لك انت ما بكفي انه عم تفكري تتجوزي كمان ما عم بتخبريني. ليكي ماما والله والله اذا بتتجوزي وبتعملي اياه لا انا بدك ولا انت امي، وما رح اسمح لك بنوب حدا تحطي محل ابي الله يرحمه. الله معك. ولا حرف. اسكت انت ما بدها ترد كمان. ماشي يا ريما بلكي نزلت تجيب فستان. لك اسكت عم بقلك. يعني خيارات مشان. الو اي ريما انت عارفانه اللي بدها تعمله امك؟ لك ايه؟ ماشي يا ريما، ليكني انا هلا جاي لعندك. باي. ليش عم تضحك؟ لك لا ما في شيء بضحك. طلع شغله بالتلفزيون بتضحكني كثير، وحده قاعده تتجوز هي عمرها 70 سنه. والله رح تتجوزي يا حماتي. أول 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 أول. يعني أنت بتعرفي؟ إيه إيه؟ شلون إيه يعني؟ لك شو بتقلب الطاولة فوق راسه لهالبطيخ كيف؟ وليش لا قلبها؟ يعني أمك لو ما قلها تلتين الخاطر كانت عرفت توقفه عند حده. شو أول مرة حدا بيحاول يتقرب من أمك؟ حبيبتي أمك طول عمرها بيجيها عرسان وهي بترفضهم، ما توقعت إنها توافق بهالسرعة. طب وهلأ شو؟ شو بدنا نعمل؟ كيف بدنا ننزع الشغلة عليها؟ نقولي تفضلي. ليكي رولا الله يخليكي انا طلعيني من القصه كلياتها. انت بتعرفي انه لو اي شريكه لهالزلمه وبيناتهم مصالح، واذا صار اي قصه بتنطبش كلها براسي انا مو ناقصني. قولي هيك من الاول، قولي انه هي شغل تطبيعك انت ولؤي. لكن حبيبتي لازم لؤي يستفاد من مصاري الزلمه. ماشي يا ريما
لك الله لا يخليني إذا بحبكم. عمو شو صار لها المجنونة؟ بقبلول حبيبي حبيبي وسهلا. تسلم ايدك. هلا ما بعرف اذا القهوه ظريفه ولا لا. لك ما قلت لي انت شو رايك بالموضوع؟ والله يا قبلول انا بدي سلتي بلا عنب، ومثل ما بتعرف اذا سعيد رضيان بسعديه نحن شو دخلنا اخي؟ وسبحان المريح. لك عيني ربك، لك انت بتعرف شو بيعجبني فيك؟ انك بتلقط على الطير. بس انا اللي زعجني ليش نسواننا زعلانين؟ في حدا بيتضايق يا رجل اذا امه بدها تعيش عيشه حلوه؟ بعدين بيني وبينك نحن رح نستفيد، هي معه مال ما بتاكلها نيران يا رجل. اخي انا بهي القصه مالي مصلحه، انا كل مصلحتي بالقصه حمادي تبعد عن نور. هلكتني هل. شو؟ شي حلو والله. لكن في مؤامره وقاعدين عم تخططوا لها. لك الله لا يهنيني اذا بهنيكم انت وياه. بسيطة بسيطة، قوم صالحة، قوم صالحة بكلمتين. مشان الله ما تواخذني، يعني بتعرف الغرور عقلها صغير يعني. وبس اتعصب ما بعرف شو بصير له. عادي. نفس الفيلم اللي صاير معك صاير معي، كلمتين حلوين منك متراضية، أنت أبو الثقافة. أنا هلا رح قوم روح، تصبح على خير. لك عود أبو اللون. جبتني روحي، شوفي، شوفي. شو أستاذ قصي؟ خلصتوا أخيراً مؤتمر القمة تبعك؟ مؤتمر شو لك روحي؟ مؤتمر شو؟ إن شاء الله فكرتينا مبسوطين يعني. أو حطي حالك أنت محلي، عرس حماتي وبدها تلبس فستان أبيض وأنت بتعرفيها يعني بكرة بدها تنق وتنزل إعلان بالمجلة. يعني أنت مو موافق؟ لك طبعا لا، أكيد لا. لك روحي، معقول وافق يعني؟ لك ليش قلت لك موافق ليش؟ ما أنت أمك وبتعرفيها، قلت يا ولد سايرة وبكرة لحاله زلمة بيهرب. قلتها؟ لك طبعا روحي، وسايريني أنت بتكسبي. طمنيني، لقيتي الفستان؟ شكرا. بدك الصراحة؟ ايه؟ ما عجبني ولا فستان. شو هالحكي؟ ايه والله. مع انه انا جايب لك كتالوج احدث فساتين الاعراس بباريس؟ يعني انا ما فيني هيك البس فستان حي الله، انا لازم يكون هوت كوتور. يعني لا في وحدة لابسته قبلي ولا وحدة رح تلبسه بعدي. ايه معك حق. وحدة برقتك وجمالك لك والله بيطلع لها. يعني أنا بدون فستان أبيض وعرس ما بتجوز. ليش أنا شو ناقصني؟ مو ناقصني شيء. والله مو ناقصك شيء. لك والله صبية وست الصبايا كله. طيب شو رأيك؟ جيب لك مصمم أزياء عالمي وخليه يجي لهون ويفصل لك الفستان يلي بتحلمي فيه. إيه احكي معه هلا. هيك منخلص من هم الفستان ونلتفت لغير شيء. احكي معه. مو على عيني، تكرم عيونك. هلا كل هالحكي هذا ما بيفيدني، طمني القصة، مضت على خير؟ لا يا عديل، بتشك فيني يعني؟ قعدت معها وأقنعتها وسايرتها، وقلت لها بس سايري شوي لحتى نعرف لوين بدنا نوصل. ريحتني، الله يريحك. أنت شو فارقة معها؟ شو فارقة معي؟ من يوم ما طلع لي بنهفت بده يتجوز خالتي، وأنا ما في غير بشوفه وبقول له تعال نقعد، تعال نمضي هالعقود، وهو كل يوم بيتعكز لي على القصة. ساعة ماني فاضي، ساعة لبعد العرس، ساعة رايح شوف الخطيبة. ايه شو هالمسخرة هي؟ يعني القصة كلها مصلحة. طبعا مصلحة. عريس مليونير وبده حمادي وبده يعمل مشاريع بكم مليون، ايه شو بدي له لا؟ على المؤاخذة استاذ، اسمحوا لي مداخلة صغيرة. يعني إذا العريس هاد ما بده حماته الأستاذ، أنا مستعد إني جوزه أمي الأستاذ. لكن بعدين برتاح من هاي الشغلة. أنا على القليلة ما بدي لا مشاريع ولا شيء. يعني عدم المؤاخذة، أنا بدي أي قهوة هيك على شيء طريف بشي مكان عام بتعايش منه. لكن ثون بعدين الله وكيلكم أمي ظريفة. والله ظريفة. شو رأيك ثون؟ الله معك. الله يخلي لك صحة ونهار ثون على راسي. ماما شو اللي خلاكي توافقيها؟ شو ناقصك أنتي؟ هلا بعد هالعمر صرتي بدك تتجوزي؟ إن شاء الله أنتم مفكرين إنه أنا وافقت أتجوز مشان. لكن مشان مين؟ مشاننا؟ ايه مشانكن. اوعك تفكري انه انا مو محروق قلبي، انه ابوكن توفى وانتو صغار وما خلف لكم شي ولا امن لكم مستقبلكن. اوعك تفكروا انه كن وصلتوا لهون بالساهل.
ايه بس نحن كبرنا وما عاد بدنا شيء. بس انا حابه اترك لكم شيء. اوعك تفكري انه انا مو حاسه باختك. اختك صحيح متجوزه واحد غني بس ما انا مبسوطه، حاسه انها اقل منه بكثير. اوعك تفكري انه انا مو حاسه فيكي بوضعك وبتمنى اني اوقف جنبك وساعدك. اوعكم تشوفوني هيك قويه قدامكم، انا كثير ضعيفه واكله همكم. يعني انت عم تضحي كرمالنا؟ طبعا. معناتها كل شيء بنطلبه منه بده ينفذه، والا ما بنوافق على جوازه. رولا شو طمنيني مشي الحال؟ يا سيدي هلا فيك تطمن. بنتي رولا اللي كنت خايفه منها اكثر شيء الحمد لله وافقت. الحمد لله، والله ريحتيني. يعني هلا صار فينا نعلن خطبتنا؟ لا، مو لنخلص كل امورنا بالاول. لك هي رولا وافقت وفستان عرسك ساويناه عند احسن مصمم بالعالم وراح يخلص بعد اسبوع. شو لسه في؟ لسه في شغلات كتير. طب شو هن؟ اليوم بسرعه لانه العمر عم يركض، والله عم يروح من عمرنا. طيب شو اعمل انا؟ مو لازم نجيب طقم الالماس اللي بدي البسه مع فستان العرس؟ ولسه ما اشتريت لي خاتم السوليتير اللي بدي البسه بالخطبه. حاضر تكرم عيوني، تفضلي لنشتري طقم الالماس وخاتم السوليتير. في شيء تاني؟ لسه في كتير. لك شوفي وين بدنا نعمل الحفلة، مين اللي بده يغني بالحفلة، شو الأكل اللي إيه. صحيح تذكرت، بنتي رولا بدها تجتمع معك ضروري. مشان شو؟ بدها يعني هيك تقعد وتحكي معك وتطمن على مستقبلي. طيب حاضر راح اجتمع معها. تفضلي هلأ أنا نشتري طقم الألماس وخاتم الخطبة اللي بدي لبسك يا. تفضلي. ايه ماشي يلا. لا. روحي مش الحال مع أمي؟ ما بعرف، بس أنا عملت مثل ما قلت لي ورح سايرة لحتى أشوف شو آخرتها. إيه بتكون هلأ هالكتب لأبو مروان طلبات. المصيبة إنه هو مليونير، يعني شو ما عم تطلب منه عبي إلا موافق. تخيل جايب لمصمم مشان فستان العرس. لك تخيل أمي بعد هالعمر بدها تلبس فستان عرس؟ لك لحنا كيف بده يطلع شكلنا قدام العالم؟ آه روحي كله عادي، بما إنه هي عم تطلب وتتطلب يعني تنشل على شي فيلا مرتبة، بيت بنص البلد، شهر عسل بجزر المالديف. وانت قلتها بيت بنص البلد وفيلا أقل منا يعني. عمو أبو مروان، هلأ أنا اللي فهمته إنه أنت شارية لماما ومستعد يعني تعمل لها كل شي بدها إياه وشو ما كانت تمام. طبعا أنا شارية لماما، أمك إنسانة محترمة ومهذبة، بيشرفني إنه أقضي باقي عمري أنا وياها. إيه بس يعني بعد عمر طويل يعني أمي شو رح يصير فيها؟ خصوصي إنه أنت يعني ولادك شباب. شو بتقصدي؟ عفوا منك، يلي بتقصده أختي رولا إنه لحتى نحن نوافق لازم تأمن سعادة أمي ومستقبلها. كيف يعني؟ ما فهمت. مجرد وجودها معي هو ضمانة لسعادتها ومستقبلها. إيه أكيد بعرف، بس يعني هذا الشيء ما بيخلينا نكون مرتاحين. شو المطلوب؟ فيلا فخمة بتسجلها باسم أمي. وكمان بدنا بيت بنص البلد يكون كتير مرتب. رصيد كتير مهم بالبنك. وانت شو رأيك؟ أنا مالي رأيي بوجود البنات. إيه كلوا كلوا. عم ناكل؟ انت كول عمو. خير خير يا ابو مروان، شو في؟ جبتني على ملأ وشي. منين بده يجي الخير؟ شرف شوف مرتك واختها شو عم يحكوا. شو عم يحكوا؟ شو في؟ بدهم ياني يا سيدي ادفع كل ساروتي حق قصور وفلل للست حماتك. لا اله الا الله. صحيح عاجبتني وخارطه مشطي، بس انا مالي خاروف. مالي خاروف يا لؤي، وانت بتعرفني حق المعرفه، انا مالي بخيل. بس بالعقل بالعقل لك يا أخي. روق لي حالك شوي. العروس شو رأيها؟ العروس؟ لك هذا اللي بجنني بالعروس، لك ما حكيت ولا حرف ولا كلمة. أخي من الآخر عم يسايروك ليعجزوك، وأنت لازم تكون أذكى منه. شبنا؟ كيف يعني؟ فسرها لشوف. يعني بتسايرهم مثل ما عم يسايروك، عم يخططوا لك ليطفشوك، خطط لهم أنت كمان.
وبالآخر ما رح يصير غير اللي بدك اياه. أولي حالك شبك ضايش حتى أنت يا روي. الظاهر الكل طمعان، ما لكم فهمانين لو أنا بهالغباء ما أقدر جمع هالثروة كلها. بس بسيطة، رح نلعب وشوف شو رح تربحوا كلكم. اسمع روي، قنعتني بالحديث اللي عم تحكيه. رح ألعب مثل ما عم يلعبوا. اليوم أعزمهم كلهم على العشاء وحسابي. ايه ها هلأ رجعت أبو مروان اللي أنا بعرفه. لنشوف مين بده يربح بالأخير. ايه عمو أبو مروان، شو قررتوا بعدين؟ يعني بشو؟ بالفيلا والبيت. الشغلة ما بدها تفكير عمو. ليش أنا عندي أغلى من أمكم؟ أمكم رح تصير شريكة حياتي ورح تكون أسعد إنسانة بالعالم. هاي الوردة تبعنا. أكيد، ورح تصير الوردة عندي. إيه خلص معناتها، خلي يكون العرس لكم بأفخم أوتيل بالبلد وجيبوا عليه مطرب أو مطربة من المشاهير، وبس تخلصوا تصيروا جاهزين بوشكن على المطار. بتاخدها شهر عسل على هاواي، شهر مو أقل من شهر. وإذا أنت جاهز لحتى رمروم تحجز على هاواي. حلو والله هاواي، تسلوا تسليك حماتي كتير هنيك. هواي قلت لي ايه؟ حلوة حلوة خلاص. ميرسي بيبي، بس عم تأكد. تأكدي؟ بس يا عبشوم عليكي انت واختك وامك. لك هيك بتعملوا فيه للزلمة؟ هيك بتقضوها؟ هيك بتطلبوا طلبات؟ ليش انا شو عملت؟ ما عملت شيء ما شاء الله عليكي انت واختك. تركتوا طلب بالعالم ما طلبتوه؟ ولا ماشيين على قصة إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها؟ إيه لا أنت الصادق، يلي بده يتجوز أمي أنا، إيه بده يحط اللي فوقه واللي تحته، ولا فكر أمهات العالم هيك رخيصة؟ لك أنو رخيصة روحي، أنو رخيصة؟ علي ما علي الطلبات الطلبتية أنت وأختي، بتشتروا بلد بأفريقيا. والله إذا هو مو قد الحمل لا يشمر عن إيديه. بعدين تعال هون، لو انه امك اللي بدها تتجوز كنت ما حكيت هذا الحكي، وانا متاكده انه كنت طلبت ضعف الطلبات اللي احنا طلبناهم. والله يا حبيبتي امي مو مثل هالامهات اللي عم تحكي عنها. امي ما بتبدو لابي بكل كنوز الدنيا، مو مثل غير ناس. شو قصدك قصاي؟ ما قصدي شيء. ماشي انا بورجيك. مذكر مفتي غنجها معكوسة. ألو أهلين، مين؟ أهلين خير؟ طيب بكرة الظهر. لا لا ما في داعي، أنا بحكي مع ريما. لا لا ما رح نتأخر. ماشي الله معك. باي. ايه مو كابتشينو هاد؟ لا تواخذينا مرتعمي، لا تواخذينا، هذا الظاهر ما بيعرف بين الكابتشينو والثلاثة بواحد. لك شفت يا قصي؟ لك شفت بناتي شو عملوا فيني؟ ايه يا مرت عمي انت كمان مانك متوقعة؟ لك ايه متوقعة بس مو لهالدرجة، تخنوها. انت وابو مروان مو متفقين على كل شيء، مو متفاهمين على كل شيء. ما هو هون المشكلة. لك اني مشكلة يا مرت عمي، اني مشكلة. مبارح من بعد العشاء اتصل فيه ما عاد رد على اتصالاتي. طيب. واليوم بعت لي رسالة على الموبايل. ايوه. قال لي مثل ما خليتي بناتك هنن يحكوا عنك وانت سكتتي، أنا رح أبعت لك جوابي مع بناتك ورح أسكت. أيوة أنا بعرف إنه أنت وأختك عم تحاولوا تعجزوني بطلباتكم. حب لكم ما بقى في داعي لهالشي. مثل ما أنتوا رافضين كمان أنا أولادي رافضين، وخاصة بعد ما سمعوا بطلباتكم. بتعرفوا شو قالوا لي؟ قالوا لي بابا نحن وافقنا على الزواج مشان سعادتك، مو مشان تصرف مصاريك. مشان هيك بطلب منك طلب شخصيا، تقولي لأمك
الشيء اللي حكينا فيه هي ولؤي، ماشي؟ يعني أنا ما بعرف شو بدي لك الحقيقة، يعني خسارة فعلا خسارة. وانتو خسارة. ولما اطرمك عصدري تيرارا شو بحس الدنيا صغيري تيرارا فرنش. لك ان شاء الله الف 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 مبروك، فرحت لك من كل قلبي. فاس ابو مروان ما بده اياها لحماتي. هلا هي ما مختلف عليها، اصلا امي ما بتناسبه ومتطلباتها كثيره، بس انا مو لهيك فرحانه، كأنا فرحتي اكبر من هيك بكثير. ان شاء الله عطول يا عمري، هاتي لشوف خبريني ليه. هلا انا مو اخذت امك معي وقتي رحنا شفنا ابو مروان؟ وقت اللي قال لي انه مبطل ياخذ ماما. المهم ايه هون شافها لامك وطار عقله فيها، انطلب ايدها للزواج وهي وافقت. خلصنا مزح وخلاص بقى. لكم مين قال لك اني انا عم بمزح؟ بعدين امك ما عندها متطلبات مثل امي. ليه قصي اذا مو مصدقني روح اتصل فيها وهي بتخبرك. صحيح قصي، قالت لي خبرك مشان اليوم المسا تجهز حالك لانه اليوم تلبيس الخواتم، ايه والعرس الاسبوع الجاي. رولا لا تمزحي معي هذا المزح، احسن ما تكبر بيناتنا. ها طب خلص لا تعصب، بعدين انا شو الي علاقه؟ هلا امك بتتصل وبتخبرك. يعني القصه جد؟ لكن ليش انا عم بعمل اظافري؟ مشان الخطبه اليوم. ماشي يا ابو مروان الزفت، انا فرجي وراجع لك. بعدين لمعلوماتك كل المصايب اللي عم تجينا من تحت راس مين؟ من تحت راس امك. بيبي طول بالك. لكن هلا صرت حمش. ما عليه دوق من نفس الكاس. عساس رايح يقتله، ايه ولا تلاقيه بالبلد لابو مروان. لك انا حدا بيعرف امي وبضل ثانيه بهالبلد. يا حرام يا قصاي.